كنتم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تفرج على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن نظرت إلى الإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم من يمعته ذلك ولا آله قوة كما أعطم على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات الإسرائيلين. قالوا لا يوسف أخواب إلى أبينا منا وأنا نصبر من أبانا الذي ضلال مبين. نقتل يوسف أو يرعوا أرضا يعود لكم وشعبكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في خيابات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسون. أرسل معنا أحدا يرفع ويلق وإنا له لحافظون. قال إني لا يسنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في خيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يصبرون. وجاءوا أبا عمسان يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف إلا وطائنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدل يدلوا قال يا بصرى يا هذا قدام. وأصروا بدعة والله عليمهم بما يعملون. وزرعوا بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الشاهدين. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مصواه أزيء أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ صده آتيناه أوما وإلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وخلقت الأبواب وقالت هيثا لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصيرا إنه لا يبلو ظالمون. ولقد هم به وهم بها لولا ريب عن ربه كذلك لنسبان سوء والفحصاء أنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جفاء من أراد بأهلك سوء ما جفاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودني عن نفسي وسيد صاعد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتها النسي قد ثقفها هبا إنا نريها في الضلال المبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج علينا. ما رأينه أكبرنه فقطعن أيديهن وقلن هذا لله ما هذا بصر من هذا إلى ملك كريم. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راهته نفسه فاصطدم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاخرين. قال رب السن أحب إلي مما يطلني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه والتاهين. ودعا لماء السن قال طيان قال أهدهما إني أرهني أحصر خمرا وقال الآخر إني أرهني أهمل فوق رأسي خبسا تأكل الطير من نبينا بتأويله إنا نريك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يسكن. يا سائل جيشني أرباب متفرقون حي من الله الواحد القهار ما تعبدها من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان منهم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سائل جيشني أما أهلكما فيسقي ربه خمرا وأما العار فيبلى وتأكل الطير من رأسه قد يلعب الذي فيه تستفتياني وقال الذي ظن أنه ناج منهم اشكرني إن ربك فأمسك الشيطان سجل ربه فلبث في السن بضع سنين. وقال الملك إني على سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم برؤيا تحضرون. قالوا أتقاذ آلاف وما نام بتأويل لا نام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي لنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قطر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما أسدتم فذروا في ذنبله إلى قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك الصبع سداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يصيرون. وقال الملك توني به فلما جاءه رسوله قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكائدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هذا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا نهص والحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالحيف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك توني به أستخرج في نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اشتني ألا خصائن إلا بإني حفيظ عليم. فكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها سيصاو نسيب برحمتنا من نصاو ولا ندير أجل المحسنين. صدق الله مولانا العظيم فبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا أصنع لربه نداء خفيا. قال إني وهن العصر مني وسأل راس سيبا ولم أكن بدعائك رب سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرزني ويرث من آل يعقوب ويشهد ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نسأل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر أتيا. قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي يلي آية قال آيتك ألا تكلمنا ثلاث ليال سويا. فأرجع لقومي من المهاب فأوي إليهم أن سبهوا بكرة واسيا. يا يحيى اغث الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبثت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روانا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأمل من تمز به مكانا قسيا فجاء المخاض إلى جثة النعلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناديها من تاتها ألا تفني قد جاء ربك تهتك سريا هزي إليك بجس النعلة تتساقط عليك رتبا جنيا. فكلي وصابي وقري عينا فإما ترين من البدن عادا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا. فأتى به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
يا أخت هارون ما كان أبوك ما أصابين وما كانت أمك بقيا فأثارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وآتني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يسني جبارا سقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاقترب الأصحاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم نرمي به واسر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحضرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وأهجرني مليا قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي فيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أضيء ألا أكون بدعاء ربي سقيا فلم أعتذر لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فغلب من بعدهم خلفهم أداءوا الصلاة وتابوا الصلاة فسوف يلقون حيا إلا من تاب وآمن وعمل الصالحة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالخير إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بورة واسيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وغالقنا وراسخنا ومولانا من السائبين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك لتنزل قوما ما آتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الخيب والسعادة العزيز العليم الذي أذن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سويه ونفخ في روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا عيسى ضللنا في الأرض إنا لذي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا عيسى ضللنا في الأرض إنا لذي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وليتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم إلى ربهم ربنا أبصرنا وزمينا فرجنا نام الصالحة إنا موقنون ولو سئنا لأتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة وناس عجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا سكروا بها خروا سجدا وسبحوا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون
تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وتمان ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوي نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النير الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولا يرانا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به شرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفر إن كنتم صادقين قل يوم الفر لا ينفعُ الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون فأعرض عنهم وانتذر إنهم منتشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وغالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما خوى فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالرفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون ولا ما يرى ولقد رأيه نسلة أخرى إن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخصف سدرة ما يخصي ما ذاق البصر وما تعي لقد رأي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى ألكم ذكر وله الأنثى تلك إذا قمة ضيفي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى سنة وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني سماواتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لما يصاء ويرضيه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم من يتبعون إلى ظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنزاكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وآتي قليله وأجلي أعنده علم الخائف ويري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر واسرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يسيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أعداك وأبكى وأنه هو أمات وعيه وأنه خلق زوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا أطمني وأنا علي نصف الأخرى وأنه هو أحني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا لولي وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأبقي والمعتزكة هاوي فغسيها ما غسيه فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذير اللولي أزمت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الزمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تلقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأثر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخير وخلق الجان من مارج من نير فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما باسخ لا يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنثار في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك في الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما أزواج من نير ونحاس ولا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وكان الأرض كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواشي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق تكذبان فيهما عينان نضاحطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونعل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري هشام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. برواية الإمام هو الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم القرثي من قوله تعالى في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم خير مجد الله وأن الله مقل الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم
فاعلموا أنكم فاعلموا أنكم خير مجس الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا لا يحب المتقين فإذا انفلق العشر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وعضوهم وزروهم واقعدوا لهم فإن طابوا وقعدوا لهم كل مفسد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعلوا سبيلهم إن الله قوي رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منعه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون افتروا بآيات الله ثمنا قليلا فردوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في